<applause> السلام عليكم. كنت في صغري وانا مستلقٍ على سريري قبل النوم اتساءل: أليس لكل شيء خالق؟ فمن خلق الله؟ ثم احس بان هذا السؤال حرام لا يخطر ببال احد من حولي كبرت فعرفت ان هذا السؤال يتساءله الكثيرون بل وعرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على ان كثيرين سيسالونه وارشد الى طريقه التعامل مع هذا السؤال بدايه ما منشا هذا السؤال منشاه اننا نظن القاعده كالتالي لكل شيء مسبب ولكل موجود خالق بينما القاعده الصحيحه هي لكل شيء حادث مسبب ولكل مخلوق خالق لكل شيء حادث مسبب حادث يعني له بدايه وجد بعد ان لم يكن موجودا فكل ما له بدايه لا بد له من مسبب اخرجه من العدم الى الوجود احدثه بعد ان لم يكن ما الذي انبت النبته المطر طيب ما الذي انزل المطر السحاب وما الذي كون السحاب البخار المتصاعد طيب ومن اين جاء هذا البخار من البحار ومن اوجد البحار الله ومن اوجد الله ليس له موجد لانه السبب الاول يعني ليس له مسبب طيب لماذا لانك لو افترضت انه اوجده خالق فستسال ومن اوجد خالق الخالق وهكذا الى ما لا بدايه وهذا يؤدي الى تسلسل الاسباب ويسمى ايضا تسلسل الفاعلين وهو مستحيل عقلا لان نتيجته الا يحصل خلق اصلا كما بينا في الحلقه الماضيه وضربنا له مثال الاسير الذي لا يطلق سراحه حتى يتلقى الجندي امرا من قائده والقائد من قائده وهكذا الى ما لا بدايه فلا يحرر الاسير فاذا رايناه اطلق سراحه علمنا ان السلسله وقفت عند من اعطى الامر دون ان يتلقى امرا من احد اعلى منه رتبه مثال اخر يوضح استحاله التسلسل في الاسباب الى ما لا بدايه اذا دخلت بيتا ونظرت من باب فيه فرايت وراءه ثريا معلقه بسلسله لكنك لم تر من اين تبدا هذه السلسله فانك تجزم بان لها بدايه في السقف والا لسقطت وما بقيت معلقه ولن تتقبل فكره ان السلسله قد تكون ممتده الى ما لا بدايه لذلك فسؤال من خلق الخالق سؤال خطا لانه يخالف العقل لان العقل يقتضي انه اذا كان الكون مخلوقا فلا بد من وجود خالق غير مخلوق سؤال خطا لانه لا بد عقلا من سبب اول فعندما تقول من خالق السبب الاول فانه لم يعد اولا بل اصبح سببا ثانيا اذن فقانون السببيه يطبق على الامور الحادثه فقط إذا دخلت غرفتك ورأيت سريرك قد تغير مكانه فإنك تقول من غير مكان السرير؟ لأن تغير مكانه أمر حادث، بينما إذا دخلت غرفتك ولم ترى مكان السرير تغير فإنك لا تسأل من أبقى السرير مكانه؟ لأن بقاءه مكانه ليس أمرا حادثا حتى يكون له محدث. والله تعالى بما أنه السبب الأول فليس حادثا حتى يكون له محدث، بل هو خارج عن إطار المادة التي خلقها وغير محكوم بقوانينها. اذا رايت دميه تحرك بخيوط وعلمت ان هناك من خلف الستار انسانا يحركها فهل من المقبول ان تسال ومن يحرك خيوط هذا الانسان اذا رايت رغيف خبز وعلمت انه لا بد للخبز من خباز فهل تسال ومن خبز الخباز لا طبعا بل هو سؤال مضحك وخاطئ لماذا لانه طبق تعميما في غير مكانه وكذلك فالخلق صفة ملازمة للمخلوق للمخلوقين فلا تعمم على الخالق. فسؤال من خلق الله سؤال خاطئ، مثل سؤال ما طول الضلع الرابع في المثلث؟ وهو كأنك تقول من خلق الذي لا خالق له؟ أو من الذي سبق الذي لا شيء قبله؟ فالجواب الخالق ليس له خالق لأنه لو كان له خالق لكان مخلوقا لا خالقا. لذا فهذا السؤال ليس محرجا ولا خافت الشريعه من ان يخطر ببال الناس بل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم سلفا بانه سيسال وارشدنا الى التعامل معه الى ماذا ارشدنا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي ولينتهي يعني ينتهي عن الاسترسال والاستمرار مع هذه السلسله من التساؤلات بعد هذا الحد هل هذا حجر على العقل وتعطيل للعقل ابدا بل هو الموقف العقلي الصحيح لماذا لان هذا السؤال من خلق ربك هو كما بينا سؤال يخالف البدهيات العقليه والبدهيات العقليه هي التي ينطلق منها الانسان في الاستدلال لا انه يطلب لها ادله عليها حتى يستمر في سلسله البرهنات والتعليلات يعني الذي يسال هذا السؤال كان عليه ان يقول ما الذي افعله انا اخالف العلوم الفطريه الضروريه اذن فلاقف عند هذا الحد والا فاني اهدر عقلي لذلك ففي الحديث الاخر وجه النبي صلى الله عليه وسلم من ياتيه هذا السؤال الى ان يقول الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يعني انا امنت بان الله ليس حادثا كالحوادث لم يولد لتكون له بدايه اصلا وليس احد مكافئا له فهو تعالى بائن عن خلقه ليس مخلوقا مثلهم ليكون له خالق لذا فهذا السؤال غير صحيح اصلا لكن السؤال يهجم علي وانا اعلم انه غير صحيح تمام اذن فهو وسواس تتعامل معه كما تتعامل مع وسواس الطهاره والوضوء والصلاه انت ان كنت مصابا بالوسواس فان الشيطان يحدث لديك شكا غسلت يدك ام لم تغسلها نويت الصلاه ام لم تنوي كبرت تكبيرا صحيحا ام لم تكبر مع انها كلها تكون امورا حسيه يقينيه لا تحتاج برهنه ولا استدلالا ومع ذلك فانت تشك فيها ما الحل في هذه الحاله هل تلجا الى البرهنه والاستدلال لا بل تستعيذ بالله من الشيطان الذي يوسوس لك وتنتهي عن التفكير في الشكوك التي يثيرها وهكذا في حاله سؤال من خلق الله وقد علمت انه سؤال يخالف ضرورات العقل ختاما سؤال من خلق الله يساله الملحدون ايضا اعتراضا على ايماننا بالله لانهم لا يتقبلون فكره ان يكون الله ازليا بلا بدايه قل للملحد الذي يعترض عليك بهذا الاعتراض هل تؤمن بان الكون له بدايه فان قال نعم فلا بد لهذا الكون الحادث من محدث بالبديهه العقليه الواضحه وان قال لا بل هو ازلي فقل له تعترض على ازليه الله وتقول بازليه الكون؟ اذا فانت لا تعترض على مبدا الازليه بحد ذاته، لكنك تعترض على ازليه خالق اوجد الكون بعلم واراده وحكمه وقدره تظهر اثارها في كل شيء، وتقول بازليه كون هكذا بلا موجد، كون لا اراده له ولا علم ولا حكمه. ثم ذرهم في طغيانهم يعمهون، والسلام عليكم ورحمه الله.